جدل واسع وامتعاض شديد أثاره بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا بشأن الاحتجاجات في مدينة المرج فور صدوره، إذ حمل بيان البعثة في طياته دعما ضمنيا لمهاجمة مقر مديرية أمن المرج بوصف المهاجمين الذين قتل أحدهم بالمتظاهرين السلميين، ما يعني أن من سيهاجم مقارا أخرى سيحصل على ذات التعاطف الأممي. بعثة الأمم المتحدة وفي بيانها الصادر بشأن الاحتجاجات تعمدت عدم الإشارة إلى أن موقع إطلاق النار وما أسمته استخدام القوة المفرطة قد كان في مديرية أمن المدينة وليس في ساحات التظاهر، إذ أوشكت المديرية أن تحترق بشكل كامل، كما أنها تجاهلت حقيقة أن حادثا آخر قد حدث وهو محاولة إحراق مبنى الحكومة الليبية في مدينة بنغازي دون أن يتم التصدي للفاعلين بالقوة، ما تسبب في خسائر مادية. بيان البعثة دعا إلى إجراء تحقيق شامل وفوري في هذه الأحداث والإسراع في الإفراج عن جميع من وصفتهم بالمعتقلين والمحتجزين تعسفيا، في إشارة منها لمن تم ضبطهم بعد الهجوم على المديرية، ومنهم من أطلق النار وحاول إحراق المقر بمن فيه من عناصر شرطية وأمنية. محللون سياسيون أشاروا إلى أن بيان البعثة هو تشجيع غير معلن للهجوم على المقر الحكومية والأمنية، الأمر الذي يجعلها موضع شك حول طبيعة ميول موظفيها وانحيازهم إلى طرف ليبي دون آخر.